تراجع كبير في الخزين الاستراتيجي من القمح سجله العراق عام 2022 مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت كمية إنتاج القمح 4,234,000 طنا في سنة 2021، فيما انخفض هذا الرقم بنسبة 32% عن إنتاج سنة 2020. هسه ماكو دعم للفلاح، لا مي، هل زرعناه شوفه انقطع علينا المي وخسارة، هسه كلها خسارة هاي. والله العظيم يعني كنا نزرع لنا 70 دونم 80 دونم هسه لنا 20 دونم 30 دونم، يعني هل كل نشوف ان هالماي يفيد كله بسويف وما يفيد. مختصون في القطاع الزراعي يبررون تراجع المساحات المزروعه في البلاد بشح الامطار خلال العامين الماضيين وتراجع مستويات نهري دجله والفرات. لابد من توفير منظومات الري وتخصيص المياه لأجل زيادة المساحات المزروعة لمحصول القمح حتى نفي بمتطلبات البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي. ويرى خبراء في الاقتصاد أن الخطط الحكومية لاستيراد القمح بهدف سد النقص المحلي ستكلف البلاد مبالغ طائلة، ناهيك عن التقصير الحكومي الكبير بدعم الفلاحين، الأمر الذي فاقم الأزمة. الطن الواحد فوق $1,000، في حين عندنا هنا بالعراق اقل من مليون دينار، فاكو فرق كبير هذا المنوع. لذلك الفلاح يعني ما يشعر بالدعم من قبل الدوله، يحتاج الى دعم حكومي، يحتاج الى سرعه صرف المستحقات الى الفلاحين، وكذلك توفير حوافز كثيره مما تشجعهم على زرع كميات اكبر، يحتاج الى تطوير انظمه الري للاستفاده من الماء بشكل افضل. ومع تصريحات تؤكد ان مخزون القمح الحالي لدى وزاره التجاره لا يغطي الحاجه لما يزيد على 3 أشهر، يبقى مصير امن العراقيين الغذائي وخاصه فيما يتعلق برغيف الخبز مجهولاً.